كتير مننا بيركب افلام الحمايه بس مش عارف هل افلام الحمايه ديت اصليه ولا مش اصليه. طب ازاي تعرف ان افلام الحمايه اللي انت بتركبها على سيارتك اصليه او لا؟ اول حاجه المنتج ذات نفسه هو اسمه ايه؟ المسمى بتاعه الاصلي هو التي بي يو مش التي بي اتش. التي بي اتش هو الجيل الثاني من افلام الحمايه، وكمان في نوع ثاني اسمه البي في سي. البي في سي ده من ماده البلاستيك، وللاسف ما بنصحش فيه ان هو يتركب على السياره لان ده ليس مخصص للسيارات. اول حاجه التي بي اتش ده مش نوع مخصص لأفلام الحماية الأصلية، هو الكواليتي بتاعه أقل من التي بي يو، لأن التي بي يو هو المعالج الذاتي وفي نفس الوقت من مادة السيليكون، وكمان السمك بتاعه فيه اختلاف كتير جدا، والجلو اللي بيستخدموا بيه طول أفضل من التي بي اتش. طيب إزاي أقدر أعرف الحاجات ديت؟ تقدر تسأل أي شركة أنت بتركب عندها، تقول لها نوع أفلام الحماية عندك، تعرف كمان من الأنواع اللي هو السمك بتاعه والجلو بتاعه، هل النوع ده كويس إن هو ينفع لسيارتك؟ وهل لازم نعمل السيارة كلها او لا؟ تابعوا الفيديوهات اللي جاية علشان اقول لكم في كل الفيديوهات هنعمل ايه. شكرا.